بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين. أما بعد، أعزائي طلاب الصف الثاني الابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مرة أخرى في درسنا الجديد، وهو عن نشيد بلادنا الحبيبة. بلادنا الحبيبة نشيد من أجمل الأناشيد، اسمه نحن لنا الفداء. نحن لا فداء للشاعر أحمد إسماعيل، يتحدث عن بلاده، بيقول: بلادنا الحبيبة حقولها خصيبة، يزينها النخيل على ضفاف النيل، والتين والزيتون والقمح والليمون. نشيد نحن لا فداء للشاعر أحمد إسماعيل. بلادنا الحبيبة حقولها خصيبة، يزينها النخيل على ضفاف النيل، والتين والزيتون والقمح والليمون. عندي بلادنا، مد الألف، الحبيبة لام قمرية، هنا فيها تاء مربوطة، حقولها، حقول مد بالواو، خصيبة مد بالياء، هنا فيها تاء مربوطة، يزينها النخيل، هنا فيها لام شمسية، النخيل مد بالياء، على ضفاف النيل، ضفاف هنا مد بالألف، النيل لام شمسية، التين لام شمسية، الزيتون لام شمسية، القمح لام قمرية، الليمون لام شمسية. عندنا هنا المعاني: الحبيبة معناها المحبوبة، عكسها العدوة، المضاد العدوة. خصيبة معناها صالحة للزراعة، عكسها جدباء. ضفاف معناها شواطئ، مفردها ضفة. الحقول مفردها الحقل. يزينها معناها يجملها، عكسها أو المضاد يقبحها أو يشينها. تاني: الحبيبة المحبوبة، المضاد العدوة. خصيبة صالحة للزراعة، المضاد جداء. ضفاف شواطئ، المفرد ضفة. الحقول المفرد الحقل. يزينها يجملها، المضاد يقبحها ويشينها. عند الأسئلة: أين يقع النخيل؟ هنقول على طبعا أداة الاستفهام وعلامة الاستفهام. أول حاجة هناخد خط علامة الاستفهام وعلامة الاستفهام، يبقى نقول هنا على ضفاف النيل، يبقى هنا أين يقع النخيل؟ على ضفاف الإيه؟ النيل. بما وصف الشاعر حقول بلادنا؟ هنقول وصف الشاعر حقول بلادنا بأنها خصيبة. وصف الشاعر حقول بلادنا بأنها إيه؟ خصيبة. ما أنواع الفاكهة الموجودة على ضفاف النيل؟ إيه أنواع الفاكهة؟ الاستفهام، علامة الاستفهام. التين، الزيتون، القمح، الليمون. أنواع الفاكهة: التين، الزيتون، والقمح، والليمون. هنا عندي خصيبة، النوع اسم ولا فعل؟ أول حاجة فيها تاء مربوطة، تبقى اسم على طول، يبقى النوع اسم. معنى خصيبة إيه؟ صالحة للزراعة. مضاد خصيبة جباء. في جملة: بلادنا الحبيبة حقولها خصيبة. يبقى في جملة: بلادنا الحبيبة حقولها خصيبة. بيقول لي هنا: أكمل شبكة المفردات. هنا عندي
محاصيل بلادي. ايه بقى محاصيل بلادي؟ اللي هو الزرع بتاع بلادي، اللي هو الفاكهة. اللي ألف النشيد الشاعر قال ايه؟ القمح، الليمون، التين. عندي بعد كده الزيتون. يبقى هنا محاصيل بلادي، يبقى عندي محاصيل بلادي ايه؟ اول حاجة القمح، تاني حاجة التين، تالت حاجة الليمون، رابع حاجة الزيتون. يبقى محاصيل بلادي التين، بعد كده الزيتون، الزيتون، بعد كده عندي القمح، الليمون. أكمل شبكة المفردات لكلمة النيل. النيل في إيه؟ في ضفاف، ضفاف زي الشواطئ كده. في صيادون، في عندي مراكب، في عندي أسماك. يبقى النيل فيه ضفاف، صيادون، مراكب، أسماك. أشكركم جزيلا جدا على حسن استماعكم، وأتمنى لكم التفوق والنجاح بإذن الله تعالى. شكرا لكم أصدقائي في الصف الثاني الابتدائي، شكرا جزيلا.